سيدات والسادة الحضور الكريم، لا شك أن هذا الجمع المتنوع من مختلف القطاعات ومن عدد من البلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية يدل على وعي وإدراك الجميع بأهمية إعداد وتأهيل ذوي الإعاقة من أجل انخراطهم في مجتمعاتهم كمواطنين فاعلين قادرين على القيام بدورهم تجاهها. ولكن يأتي في المقام الأول العمل على ضمان حصول هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون أكثر من مليار مواطن، أي ما يزيد عن 15% من سكان العالم، وفقا لما تشير إليه المؤشرات والإحصائيات على حقوقهم في كافة الخدمات وفي الرعاية المناسبة وإتاحة الفرص المناسبة لهم للتوظيف وتأهيلهم للمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية وغيرها. السيدات والسادة الحضور، لقد تضمنت الغايات لأهداف التنمية المستدامة التي احتمدها قادة وزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام الماضي في الهدف الرابع الخاص بالتعليم، القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع بحلول عام 2030. هدف الثامن الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي، تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وتكافؤ الأجر لغاء العمل المتكافئ القيمة بحلول عام 2030. وتضمنت مقاصد الهدف العاشر الخاص بالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك بحلول العام 2030. إن النسبة العالمية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتعدى نسبة 50% من غيرهم، ونسبة ذهابهم إلى المدارس قد لا تصل إلى 40% من غيرهم، وهذه الأرقام تشير إلى أنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل المتواصل. وتضع على عاتق تقنيات الاتصال والمعلومات مزيدا من الأعباء باعتبارها الأدوات الرائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأتي شبكاتها ضمن الهياكل الرئيسية التي تعتمد عليها مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة والمستدامة. حضور الكريم، إن التطور الهائل الذي شهدته الأجهزة والمعدات الطبية وتطبيقات الصحة الإلكترونية يجعلها بلا شك قادرة على تقديم الخدمات الصحية لذوي الإعاقة مثلهم مثل غيرهم ومتابعة حالاتهم بشكل متناهي في الدقة والعمل على الاكتشاف المبكر للأمراض التي تؤدي للإصابة بحالات الإعاقة أو تطورها، كما أن للتعلم الذكي دوراً هاماً في ضمان حصول الإعاقة على التعليم المناسب وبناء القدرات لديهم وتنمية مهاراتهم التي تؤهلهم للتميز مثلهم مثل غيرهم وتتيح لهم الحصول على الوظائف أو ممارسة المهن اللائقة. إن مختلف التطبيقات التي تعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات قادرة على خلق البيئة التمكينية الداعمة والمتوازنة القادرة على توظيف أقصى القدرات الأكاديمية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. الحضور الكريم، لقد وضع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بنداً دائماً في جدول أعماله ومكتبه التنفيذي واللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بعنوان تمكين ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات، كما تقدمت المجموعة العربية إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بمبادرة حول ضمان النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المبادرات الإقليمية الخمس التي احتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات الذي عقد في دبي عام 2014. وفي هذا الشأن أسمحوا لي أن أتقدم إلى جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخالص الشكر على جهودها للإعداد لتقديم هذه المبادرة وإلى مواصلة دعمها بعد اعتمادها من المؤتمر. وأود أيضا أن أتقدم لها بالتقدير مشيدا بإنجازاتها في إنتاج وتطوير التطبيقات الداعمة لذوي الإعاقة وإلى ما حققته من نجاح في مبادرتها المصرية والتي تنعكس بطبيعة الأمر على المبادرة العربية في هذا المجال. وختاما فإنني أتقدم أيضا إليها بالشكر على تنظيم هذا المؤتمر للعام السادس على التوالي، كما أتقدم لكل المشاركين
بخالص الشكر والتقدير على مشاركتهم ودعمهم لهذا المؤتمر بما يعكس قناعتهم بأهمية الموضوع وأولويته للمنطقة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.